السلام عليكم. هذه حالة ستيسس درماتايتس زي ما نشوف قدامنا، مريض عمره 77 سنة وعنده سكر وضغط وبعض الأمراض المزمنة. فنشوفه قدامنا رجليه كيف متلونات، لونهم داكن مقارنة بباقي الجسم. طبعا هذه قلنا ستيسس درماتايتس نتيجة هو ضعف الدورة الدموية أو تدفق الدم للرجلين وللقدمين. فالسبب اللي يخلي لون الرجل بالشكل هذا هو ترسب مادة اللي يقولها هوموسيدرين، اللي هي تكون واحدة من مكونات الدم نتيجة تحلل الدم ومكونات الدم، فتترسب المادة هذه في الساقين والرجلين وتسبب اللون الداكن اللي تشوفوا فيه. ايضا لاحظوا ان ما في شعر في رجليه نتيجة ضعف الدورة الدموية. هذه واحدة من الحاجات اللي نشخص فيها ضعف الدورة الدموية بتاع الرجلين. والمريض طبعا عنده سكر، بيكون معرض لالتهابات القدم السكرية. حطيت عليه مقطع من قبل، كان جاه التهاب اوستيومالايتس في العظم في الاصبع الثاني اللي قدامنا اللي هو احمر، اشوف فيه قدامنا. طبعا تعالج بعد، حولته على المستشفى قسم الامراض الساريه وعالجوه بمضادات حيوية عن طريق الوريد. ايضا نشوفوا التغيرات المزمنه اللي تصير في الظفر والاظافر متاع القدمين، ولاحظوا الاصبع الوسطي الثالث فيه اللون الاكحل. ف يعني للاسف انها حاله متقدمه، مريض عنده سكر وعنده ضعف في الدوره الدمويه، ولكن كل مره اجي للعياده نكشفوا على الرجلين ونتاكدوا ان ما فيش التهابات وما فيش اي جروح او تقرحات مزمنه. وشكرا.